عسلامة مرحبا. عسلامة مرحبا بي وبيكم إن شاء الله. عايشك. نتعرفوا عليك مسيو؟ نوردين، نوردين مجدوب. مرحبا بيك سي نوردين. حبينا نحكيوا على النجاح في الحياة المهنية بإمكانيات ذاتية، كيفك أنت مسيو؟ ننطلقوا من تجربتك. بون، إمكانيات ذكية هذه بالطبيعة، نحن والدينا قراونا، وصلونا، كبرونا، صرفوا علينا، داوونا كي مرضنا، ما خلاهم عملوا معنا، اشتروا لنا كتب كرارس بجهد وجهيد، خاطر قبل كانت شوية تعبة. تعبوا برشا باش وصلونا والدينا، نحن ما نجموش يكونوا كيما يكونوا، كل حد كيفاش ربي عطاه في الدنيا هذه داكوردو، ثم والدين تعبت، فهمتني؟ دونك هنا ان شاء الله هما ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله الحكومة تعاونهم في الخدمة برك، فهمتني؟ على الأقل يلقاو شي خدمة باش يلقاو رواحهم، باش يكونوا رواحهم، فهمتني؟ يعملوا مستقبلهم. هو قبل مسيو كيما كنت تحكي أنت، الوالدين يقريو ويكبروا ويصرفوا عليك حتى لين تكمل قرايتك، من بعد تصرف على روحك شوف خدمه. توا قاعدين نشوفوا في الشباب يكمل قرايته ويصرف عليه، يصرفوا عليهم والديهم ويقعدوا يصرفوا عليهم حتى بعد ما يكملوا القرايه. صحيح، خاطر ما همش لاقين خدمه. ما همش لاقين خدمه، ما لقاوش حاجه اللي باش تعاونهم. احنا مش كيما اوروبا، اوروبا يعاونوهم يمشيوا يدبروا روسهم في الريستورون الاخر، في قهوه الاخر، مدري شنو، يلقاو رواحهم يعاملوا يهزوا بعضهم. انا مساكن ما يلقاو شيء، هما تو كيفني يبقاو تعبين. احنا ان شاء الله الحكومه تعمل لهم حل في الحكايه هذيا وتعاوننا باش يكملوا يواصلوا. نحن اولادنا ذكيين، راهو احنا اذكى اولاد في افريقيا، نحن اذكى تونس، واحسن تونس هي في افريقيا هي تونس. والله هكا نحن نتفكر صغير، انا وقت نمشي بعد بابا في نحن من المدينه نبداو في وقت اذن الاذان، العباد كلها تخلي الحوانت محلوله وتمشي تصلي وتجي، حد ما يدخلهم وحد ما يسرق لهم وحد ما يعمل لهم حاجه، فهمتني؟ كثره البشريه، كثره العباد ما عادش لاقيه باش نجم تكمل توصل على اولادها بالقدا كما ينبغي، حتى في مكلتهم وفي شرابهم، فهمتني؟ ان شاء الله ربي يقدر الخير وربي ان شاء الله يعطينا الجهد والقوه، وان شاء الله الحاكم يعاونهم بشويه باش على الاقل يهزوا رواحهم. مال خاطر اولادنا اللي يخدموا برا في الخارج شنو اذكى من الفرنسيس. والله كيما نحكي لكم، انا خدمت 20 سنه في فرنسا، انا اي بابا انا يحبوا التوانسه يموتوا على التوانسه، فهمتني؟ التونسي شم وخبي قبل في الستينيات، نحكي لك انا راهو اني 60 انا غاديك. اي التوانسه يحبوا التوانسه يموتوا على التوانسه، يقول لك التونسي خدام. نحن قبل صغار قعدنا مستويين، علاش؟ خاطر كنا الفلقه، كنا الكتاب، مشينا مستويين، قعدنا مستويين حتى كي كبرنا، ما خدمناش مخاخنا ما حتى بشر، والحمد لله. هو مسؤول طور، والتونسي خدام اذا تعطيه حقه، اذا تعطيه حقه يخدم. كي يلقى راحته في فلوسه باش يعيش، يولي اوتوماتيك ما يعطي ما عنده، كي ما لقاش روحه واش تحبه يعمل؟ يولي يتكربن بالطبيعه، يولي وما يلقاش روحه مسكين. تنصحنا مسيو كيفاش نبداو من الصفر؟ يعني انت بديت من الصفر. قبل توا هل ينجم اي شخص يبدا من الصفر؟ والله شو يقول لك، يا راهي صعيبه شويه الحكايه، فهمتني؟ ما تعطي حكايه نتاع الذكاء نتاع ما عرفش انا خبره، فهمتني؟ شو نقول لك، قبل هاو كانوا ينجموا يبداوا من الصفر؟ قبل كانت فما شويه راحه، فما كانت رخيصه الدنيا، فهمتني؟ كانت السكنه رخيصه. قبل كانوا الناس يبدعوا برطمان يدخلوا برا بيجوزكم بحذايا حتى بلاش، كانوا ساكنوا قبل بالمجد بيعطيه بركه يونزوا، فهمتني؟ تاوي كانت الدنيا صحابه الكراك تشوف فيه من 600 700 800 ومليون وحنا ماشيين، دونك الدنيا صحابه ياسر. تو باش يقول لك يزم اعانه، يزم نعاونوا الصغار نتاعنا اللي هما يحبوا يوصلوا، مش الكل رداك، فما اللي ما يحبوش فما يتكرموا ما يقولوش لا، راهو فما اللي عمل على ويجي، فما اللي عمل على والدي، والدي كيبدا لاباس عليهم ينجم ان شاء الله يعاونوه. بيان سور، مي سايل شيء. ايه يعاونوه باش يقدم في حياته، فهمتني؟ ويلقى روحه نهار اخر، باش يتزوج، باش يعمل دار، باش يعمل ولاد، كيفاش؟ اذا كان ما نعاونوش ما نعملوش شيء، كوت بوس تسمى هذا، لابد باش يعاونوه. كان ما لقاش حد شكون يعاونه، مسكين يسحبوا يعمل، تلقاه قاعد بطالها ومشى وجا وما لقاش خدمه، واللي يوصل يضرب في المرمه واللي يصرف في الدار شنو حاسينه، تبدا الامور تعبه من جميع ما يلقى روحه مكردغ، شو اللي يعمل؟ يولي يحرق، يولي يحرق مساكن، اشترى ولادنا قاعده تموت في البحر شنو؟ لا هكا نحب ولادنا، تو انا كيما انا ولادي تبارك الحمد لله يا ربي واصلين، اما الحمد لله لا لاباس، الحمد لله نحمد ربي ونشكر، عطيت ما عندي في حياتي، والله تعبت في حياتي باش وصلت ولادي، يا ربي يعلم بيا، اي والحمد لله يا ربي، ان شاء الله ولادنا تويكا صعبت الدنيا على تو، عمال تمشي وتصعب، ان شاء الله يلقاو رواحهم. وش نقول لك، يلزم الاعانه، يلزم الكوت بوس، يفو دوني كوت بوس كمان، يلزم الوالدين يعاونوا الحق. كيبدا عندهم يعاونوا، كيبدا ما عندهمش، هاي
كيبدأ بربي الوالدين يخلصك فيك. كيبدأ ما عندهمش بيان سور هذاك حاجة من عندهم. يبوف ريان فيها ما ينجموش، يبوف با يا إلا زاغيف با ديجا. يوم هكاك وربي على بيهم، وثما اللي ينجموا، فما اللي بدا لاباس عليهم، عندهم شوية كراهية، عندهم حاجة هكا. أما نقصد معناها كان باش يشري دار، الدار الأولى لازم الوالدين يعاونوا، الكرهبة الأولى لازم الوالدين يعاونوا. شكون مازال باش يشري دار تويك؟ الدار حتى برتمان ما نجمش ياخذ باش يشريه، البرتمان من 280 و300 مليون البرتمان، بربي باش يجيبهم، ماشي وتسعة بربي. باش يعمل كي حتى كان باش يكري باش يلقى 800 وتسعة. حتى باش يبني مواد البناء غالية. إيه سي تخو شي، الحديد 4 فوا زاد وكل شيء زاد، غلاء السيمان غلاء، الكريفي غلاء، الياجور غلاء. اش بك حبوا ياخذ البشر منين اخويا؟ قداش منا نحن؟ صعبة ياسر اكثر من لازم. نو سي با لوجيك بصراحه، معناها حتى اللي باش يكون ما عادش ينجم. صعيب ياسر والله، انا نقول ان شاء الله ربي يعاون وكاو. فما برشا يحبوا يخدموا يعني، وخدامين كيما قبل يعني، تونسه خدامين، لكن كيلقى حقه. كيلقى حقه يعطي ما عنده، كيما لقاش حقه اش يعمل؟ مسكين يفشل. ابدي بلا كيما لقاش روحو اش باش يعمل؟ باش تنصحهم مسيو؟ نصحهم يا خويا شو نقول لك؟ ربي يهدي مخلق، وان شاء الله ربي تعاوننا الاداره ويعاوننا الحاكم، ويعاوننا ان شاء الله تمشي في التحسن ان شاء الله. نقولوا هذا كان نقول يا بنتي انا. وهذا اللي يخلي الشباب توا ما عادش يحب يخدم في الوظيفه، ماذا بيه يخدم حاجه حره؟ بالطبيعة ماذا بيه حره باش يلقى روحه، باش ينجم ياكل ويشرب ويخلص كراء وضو وماء. شهريه حبلها موت وتحيا. ايه تسوى توا تشوف الدنيا غليت. ايه ايه بتبيع؟ لا لا والله ايش يقول لك؟ ان شاء الله ربي يعاوننا وكاو، ان شاء الله ربي يسهلها لوليداتنا ولامتي محمد كاو، ما ان شاء الله تمشي في التحسن هذاك اللي نقول. ان شاء الله ربي يغزرنا بالعين الرحمه، فهمتني؟ ربي. وزاد ننصحوا شبابنا يقراوا على رويحهم على الاقل، بعد يلقى عندنا شويه بزايد شباب ضايع، راهو ما يعمل في حد شيء، يولي يوصل مسكين يطلع في المترو باش يسرق. على الاقل يقرا على روح. يسرق في المترو تسرق بربي، هذا فيش مطموع، هذا ما فيش مطموع. قول ليش سرقوه؟ ليش سرقوه؟ اما كيفاش جبتوا؟ هذا نحكي لك انا في مكتوبي هنا في باب سيدي عبسام، قد فكرت باش نكلم شكون عندي هنا. هزيت دخلت يدي ما لقيتوش، قلت له يا ولادي اللي هز التليفون راه ما يسواش حتى 10000، يرحم والديكم فيه اموري كلها. فابني فما واحد بجنبي يرحم والديك والديه، قال لي هتعطيني نمروك. اعطيته النمرو تاعي وباش يتكلم. صباح الخير بابا، عايشك الله يخليك. عمل لك ايه؟ قال لي هو اعطاهولك. مدهولي قبل ما ينوخس، قال لي هو اعطاهولك. فهمتني؟ قلت له ربي يهديه ان شاء الله، اللي يهز ربي يهدي مخلق. اي ربي يهدي. كيما يقراوش ما لقاوش باش يعملوا، يولي باش يسرق، يولي يخدم، يولي كذا. مره انا في المترو قاعد هبطت باب الخضر هنا، مسكينه بنيه عندها وحده الذهب كي بلانت، وعمل لك الترطف وشرم لها وديها مسكينه، والباب تحل تفجعت. انا وقفت قلت ايش تعمل؟ يا كاكا ونقزوا المترو، تسكر الباب ومشي المترو، الطفله قاعده تبكي. هاي شنو رايك فيها هذه؟ ما كيلقاو كيلقاو الشباب يخدموا يلقى باش يكون روحه، ما عادش يلوج على السرقه. تي مشكله، قام زيد السرقه، خاطر عندنا برشا بطاله راهو. ربي يهدينا. يعطيك الصحه يا مسيو.